اليوم كان جلسة متعلقة بالدفوع الشكلية، وتم التطرق لثلاثة النقاط أساسية. النقطة الأولى خرق نقطة المادة 108 التي تتعلق بالتقاط المكالمات، وأنه تم استعمال واحد الوسيلة في وسائل الإثبات اللي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية ومحكمة البداية كوسيلة الحكم ديالها، واعتبرها كتدخل في إطار المادة 206 من القانون المسترجع الجنائي كوسيلة من وسائل الإثبات، في حين أنها خرقت مقتضى مهم من القانون المسترجع الجنائي اللي هو 108. 108 في مجموعة من الضوابط والشكليات اللي ما تحتارماتش، هذه وحدة. بل أكثر من ذلك، حين تقدمنا بالدفع المحكمة ما جاوبتناش. سقوط المحكمة في الرد على يعرض هذا الحكم إلى البطلان، هذا المجلس الأعلى أو المجلس الأعلى سابقا محكمة النقد حاليا لا تراقب المحكمة في العقوبة، ولكنها تسير التسبيب، والتسبيب هو تمحيص الأدلة والحجاج اللي كتبنيه الأسانيد اللي كتعتمد عليها المحكمة بالإدانة. أكثر من ذلك، تقدمنا بخرق مبدأ إقليمية القوانين، واعتمدنا في هذا الإطار على مقتضى المادة 708 تحدث عن الجناح، والجناح ربطها المشرع المغربي بجوج الحوايج. أولا، شكاية من الطرف المتضرر، وهناك شكاية رسمية أو ما يطلق على تسميتها بأون ديتونسيون أوفيسيال. في هذا الملف ليس هناك شكاية رسمية، وليس هناك شكاية من أي طرف متضرر. في الجناح منين كيكون عندنا 708 والخرق ديالها في المادة 708، خاصة في الفقرة الثالثة من المادة 708 كعلاوة على ذلك، فإنه بالنسبة للجناح لا يمكن التطبيق إلا إذا كان هناك جوج ديال الشروط الأساسية هما الشكاية. هنا المحكمة في محكمة البداية ملي تقدمنا جاوبتنا ب 711، وكأن الحال يتعلق الأمر بالجناية ارتكبها أجنبي أو جرائم ما استب سلامة أمن الدولة. احنا ما عندناش هذه المسألة. أكثر من ذلك، تقدمنا ببطلان مقتضى المادة 108 المتعلق بالتقاط المكالمة كوسيلة من وسائل الإثبات اللي خارقة المقتضى المادة 108، وتقدمنا بمجموعة من الدفوع اللي انتظرنا من المحكمة غادي تجاوبنا عليها، ضمتها إلى الجوهر وهذا حقها. أكثر من ذلك، هناك نقطة في غاية الأهمية، وهي أن المحكمة حينما تعرضت ما جاوبتناش على الدفع الشكلي وسقوطها في ذلك، لأن من شروط الأسباب يجب أن يكون الرد كافيا، بمعنى أنه يجب أن يكون الرد كافيا شافيا. أكثر من ذلك، يجب أن يكون الرد سائغا بمعنى مقبولا، أما سقوط عدم الرد يعرضه إلى البطلان. المحكمة في إطار المادة 293 كتحكم بالوسائل الإثبات الحضورية والشفهية التي تعرض أمامها على بساط البحث. أجيت السيدة هذه ونسمعوا لها ونشوفوا واش خدم عندها شي فلوس ولا لا. نحن هذه السيدة متابعينه بمادة 129 والآخر بمادة 114، بمعنى المشاركة في المحاولة. وفين هو الفاعل الأصلي؟ هل يمكن أن نتصور الشريك بدون فاعل الأصلي؟ إحنا كدفاع ملزمون ببذل العناية. أنا كدفاع ملزم ببذل العناية فقط. العناية الفائقة من الناحية القانونية فقط دون ذلك. شفتي انا كنعطي العناية الفائقة، والمحكمة راه وجدنا الأذن الصاغية كتسند لينا، وهاي الجلسة العلنية وسعة الصدر ديال المحكمة، والقضاء شامخ في المملكة المغربية، وحنا كنشكروا المحكمة على سعة الصدر وعلى قوة الاحتمال، وهذا الذي عاهدناه في رجالة القضاء الأعزاء الكرام، وكذلك الشكر موصول للنيابة العامة بجلالتها وقادتها حتى وإن اختلفت المصالح، فالمقدار الفقهي يبقى لمؤسس وليس نقطة.